11/5/2022 كان يوم قاسي للجميع لفقدان الصحفية المميزة شيرين أبو عاقلة، الرحمة لها. شيرين أبو عاقلة توفيت، فنحن كالماضي المنتصوري سكول نقدم تعزي لأهلها ورحمة الله تعالى. أوجعت قلوب الجميع عندما عرفت بخبر موتك رحمك الله يا شيرين. ماتت شهيدة لتكشف الحقيقة من قبل رصاصة شريرة، الله يرحمها. You're such a great fighter for your own country. Rest in peace, Shireen. We are proud of you that you spread the word. خبر حزين عن وفاة شيرين وستبقى في قلوبنا. بالنسبة لموضوع شيرين أبو عاقلة، فالله يرحمها كانت من أفضل الصحفيات، كانت تساهم كبير بالقضية الفلسطينية وساعدت فلسطين. الله يرحمها، توفيت شهيدة عند الله وستفتح أبواب الجنة لها. مرأة مدافعة عن فلسطين، وهي تعرضت إلى مواقف كثيرة، ولكن الآن هي في مكان آمن وسليم. كثير زعلانين إنه فقدنا وديعة كثير منيحة فلسطينية. حاولت تحقيق حلمها وحلم غيرها لتحرير فلسطين. الله يرحمها. I'm very sorry for the loss of Shireen. I hope her soul may rest in peace. رح تبقي يا شيرين بقلوب الملايين، صوتك حق بوج الغدر وظلم المحتلين. رح تبقي يا شيرين بقلوب الملايين، صوتك حق بوج الغدر وظلم المحتلين. شهادي ما بتعني موتك، بده يبقى عالي صوتك وينادي فلسطين، وينادي فلسطين.